المرجو الانضمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على الزر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أحبائي في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم طريقة جد سريعة لتحضير البيض بالجبن للفطور. نبدأ على بركة الله. نحتاج إلى الجبن، سواء كان الجبن مثلث أو الجبن مربع أو أي نوع آخر من الجبن، والقليل من البقدونس بالإضافة إلى التوابل. ونحتاج إلى حبتين من البيض، وكمية البيض تبقى حسب الرغبة. كذلك نحتاج إلى ورقة البسطيلة، ورقة الفيلو، ممكنكم استعمال ورقة البسطيلة العادية. أولا أضع البيض في إناء، ثم أضيف له البقدونس والقليل من الفلفل الأسود والقليل من الزنجبيل، ثم القليل من الملح، وأضيف كذلك مقدار ملعقتين كبيرتين من الحليب. في مقلاة أضع القليل من زيت الزيتون وأترك الزيت لكي تسخن، ثم أفرغ خليط البيض. وأضع الجبن فوق البيض. ورقة بسطيلة بعدما قمت بتقطيعه على شكل مقلاة. كما تلاحظون قمت بوضع ورقة بسطيلة بعدما قمت بتقطيعه على الشكل الدائري شكل مقلاة. ونضع ورقة بسطيلة فوق البيض قبل أن يستوي، وأقوم بقلب البيض بعد أن تحمر من الجهة السفلى على الجهة الأخرى. كما تلاحظون قمت بقلب البيض على الجهة الأخرى على جهة ورقة بسطيلة، وأترك الورقة لكي تتحمر قليلا. نحصل على بيض محشو بالجبن وكذلك بطبقة مقرمشة التي هي طبقة عجينة البسطيلة. الآن أترك الورقة لكي تتحمر قليلا من الأسفل، ثم بعد ذلك أزيلها من فوق النار. بصراحة مذاق البيض مذاق جد رائع، كما قلت هو محشي من الداخل بالجبن وكذلك بطبقة مقرمشة جد مقرمشة التي هي طبقة ورقة بسطيلة. هذا هو الشكل النهائي للبيض المحشو بالجبن وكذلك بطبقة مقرمشة من ورقة البسطيلة أو ورقة الفيلو. كما تلاحظون هذه هي الورقة، وهذا هو الجبن الدائب. سوف أريكم الشكل داخلي لقطعة من أومليت البيض. كما سمعتم صوت القرمشة، هذا هو صوت القرمشة ورقة بسطيلة، هذه هي الورقة، وهذا هو الجبن. كما تلاحظون جبن دائب، هذه هي الورقة، هذه طبقة البيض، هذه قطعة من أومليت البيض التي قمت بتحضيرها بالجبن وكذلك بورقة بسطيلة. فقط أحببت أن أعطيكم فكرة عن شكلها من الداخل. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم طبخ سهل وبسيط،
ولا تنسوا الضغط على زر لايك من أجل تدعموني وزيارة صفحتنا على فيسبوك، ودمتم في رعاية الله.